السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد في فيديو جديد على القناة. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. إعلانات سوني عن سماعتها الجديدة سوني WF-1000XM4، والتي جاءت بمميزات مدهشة تنافس بها AirPods Pro من أبل. وسوف نستعرض في هذا الفيديو المواصفات الرسمية للسماعات بالإضافة إلى السعر. وإن كنت من محبي التقنية، أدعوك إلى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات وتشجيعنا بالضغط على زر الإعجاب. وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. تعمل سماعات سوني بمعالج الديوان الأكثر قوة، ويعمل على تحسين الإلغاء النشط للترددات العالية وتحقيق مستويات ضوضاء أقل بنسبة 40% بشكل عام مقارنة بالجيل السابق XM3، وتؤدي ميزة الكشف التلقائي الجديدة عن الرياح إلى تشغيل ميزة تقليل ضوضاء الرياح. وقامت الشركة بإضافة مغناطيس أكبر بنسبة 20% ووضعها على غشاء أفضل، ويعتبر الحجاب الحاجز أكثر مرونة، مما يسمح له بتوليد إشارة إلغاء أفضل عند الترددات المنخفضة، حيث يجعل الصوت أفضل. تتمتع سماعات سوني XM4 بعزل أفضل للضوضاء السلبية أيضا، حيث تأتي مع أطراف البولي يوريثان والتي تساعد على تخفيف الضوضاء، ويمكن تثبيتها جيدا في الأذن، وتدعم مقاومة المياه والعرق وفقا لمعيار IPX4. وتتمتع السماعات الجديدة ببعض التحسينات، بدءا من دعم الاقتران السريع لنظامي تشغيل أندرويد وويندوز 10. ويمكن لسماعات XM4 اكتشاف وقت التحدث وإيقاف الموسيقى تلقائيا ومؤقتا، وتمكين الصوت المحيط، ويتيح لك ذلك سماع الشخص الآخر بوضوح دون إخراج السماعات من الأذن. وتسمي سوني هذه التقنية Speak to Shout. سماعات XM4 أصغر من XM3 الجيل السابق، وأخف وزنا أيضا، مما يجعلها أكثر راحة. وفيما يتعلق بالبطارية، يمكنها أن تدوم حتى 8 ساعات من التشغيل مع تمكين وضع العزل، أو 12 ساعة مع تعطيل الميزة، وهذا أعلى من الجيل السابق. وبخصوص السعر، تأتي سماعات XM4 بسعر $280 أمريكيا، ويمكنك الحصول عليها باللونين الفضي والأسود. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.